أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على رسوله الكريم وعلى آله الأطهار. السلام عليكم أيها الإخوة الأعزاء، بهذه المناسبة الغالية العزيزة، ولادة الإمام علي بن موسى الرضا، الذين نحتفل إن شاء الله بلقائكم حول بعض توجيهاته. جاء رجل من الناس على الإمام الصادق عليه السلام، قال له: يا ابن رسول الله، إني ائتمنت رجلا على مال أودعته عنده فخانني وأنكر مالي. ذكر هذا الشيخ الصدوق في باب الوديعة من كتابه من لا يحضره الفقيه، جزء 3 صاد 199. هذا الحديث يتحدث عن ظاهرة في حياة الناس، أو هي عن مشكلة، مو ظاهرة، مشكلة ظاهرة في حياة الناس. تكرر هذا الموقف فيما يبدو في حياة الإمام رضا عليه السلام من جديد. جاء للإمام رجل آخر وشكى عليه أو عرض عليه مشكلة من هذا القبيل. قال الإمام ردا عليه: لم يخنك الأمين، وإنما ائتمنت الخائن. هذا الحديث ورد في تحف العقول في قسم أو باب أقوال الإمام الرضا، أي واحد من هذا الكتاب سهل ومتداول، وهو في نسخة إلكترونية موجودة، وأيضا ذكره الشيخ المجلسي في كتابه أو موسوعته الكبيرة بحار العلوم، بحار الأنوار عفوا، الجزء 75 صاد 335. إذا لاحظتم أخواني أعزائي هذا الكلام القصير أو هذا التوجيه الأخلاقي الرضوي الشريف، فإن له بعض الدلالات. أنا طبعا يعني صارت لي فرصة أنه أبحث هذا الحديث وأحوله إلى دراسة أو فصل كامل، لأني كنت مشغول من قبل 4-5 أشهر بدراسة موسعة حول الفكر التربوي عند الإمام الرضا عليه السلام. وكانت مناسبة هذه الدعوة أن يكون هذا الفصل أحد فصول الدراسة. إذا تأملنا في النص أو تأملنا في الحديث الشريف، راح نمر فيه في 4 أو 5 وأقصى حد لو فسح لنا الوقت 6 محطات لا أكثر، وسأحاول قدر المستطاع ضبط الوقت، يعني للساعة 9 بس إن شاء الله أو أقل، إذا لأن حتى لا يعني يسأم البعض، وهذه مشكلة سيئة يعني في حياة الناس، يعني أنهم يجلسون أمام التلفزيون لمشاهدة مباراة كرة قدم بالساعتين ولا مشكلة، أن يسمعون حديثا من إمام معصوم. يعني هذا الحديث الإمام كان يقول عليه السلام لصاحبه الذي شكاه وبث زفراته وشكواه، قال له: لم يخنك الأمين. كم كلمة؟ 3. لم يخنك الأمين،
وإنما ائتمنت القهر. إذا كم كلمة الآن صاروا؟ ست. إذا التركيبة اللفظية لهذا الحديث ست كلمات. هي التركيبة اللفظية تكونت أيضا من مادة معرفية، يعني من موضوع، نسميها احنا من موضوع. الموضوع هي سرقة، رجل من الناس عرض على الإمام مشكلة، هي أنه حدد، يعني الحديث حدد المشكلة وقال له إن يا ابن رسول الله إني مبيوك بلغتنا يعني. فالحديث تكون أولا من تركيبة لفظية، ألفاظ، حروف، ست كلمات دقيقة واضحة المعاني والدلالة. المكون الثاني لهذا الحديث موجود موضوع، الموضوع هذا أو موجود مادة معرفية أو مادة ثقافية، مكون من موضوع هو عرض مشكلة، هو مشكلة. والثاني في النقطة الأخرى أو المكون الثالث أو الجزء الثالث عفوا من المادة، هذه المادة أو من الموضوع من المادة المعرفة، هو منهج العمل، كيف يبحث الإنسان في حل هذه المشكلة. وهذه مشكلة كبيرة يعني لا يستهان بها، الذي يعني خارج عن حدود المعاملات المالية اللي فيها المال الحرام وفيها السرقات وخيانات خيانات المال، يتصور هذه المسألة عادية ومجرد بحث نظري، لا، هذه مشكلة كبيرة. المكون الثالث لهذا الحديث فيه موجود أطراف متفاعلة. طرف أول، واحد من الناس عند شم بيزة أو دع هذه كأمانة عند شخص آخر، شخص آخر عقب شهر عقب شهر عقب سنة جو إليه قال له نريد المبلغ الذي استودعناك إياه، رفض. إذا طلب كم طلب الحين؟ عندي اثنين. الطرف الثالث هو الإمام سلام الله عليه، وهو المرشد، هو الموجه الأخلاق. في الحديث هذا القصير استوقفني فيه مجموعة أساليب إرشادية. طبعا من الصعب الحديث فيه هاي الأساليب بشكل موسع لأن أنا مربوط بالوقت، وأيضا في بعض الألفاظ تحتاج إلى بعض الأكاديميين شوية. لكن نقول أول أسلوب استخدمه أو ورد في هذا الحديث هو أن الحديث عرض المشكلة في أسلوب قصة. القصة قد لا تكون طويلة، ولكن في رجل جاء وقال يا رسول الله، يعني حكي من هذا القبيل، في النهاية عرض مشكلته. إذا والأسلوب القصصي أسلوب من أساليب التربية ومساليب حل المشكلات. اثنين، صار في حوار قصير. احنا طبعا أنا أقول قصير لأن أنا قرأت الرواية، قرأت النص، لكن أنا لا أدري بحيثيات الموقف كله، يعني أخذ 5 دقائق، أخذ أكثر، أخذ أقل، ما هي أشكال الكلام والعلاقات والانفعالات اللي صارت ما بين الرجل والإمام. إذا في صار حوار، وكان هذا الحوار صيغة ثنائية، ما مش إلا الإمام الرضا وشخص يشكو إليه. وبعدين الإمام قدم نصيحته، قدم إرشاد ماله، هذا أسلوب ثالث اللي هو توجيه النصيحة. لم يخنك الأمين، انتبه، أنا بوصل إلى دلالات في النهاية. لم يخنك الأمين، وإنما أنت شخص أخطأت، ما عرفت تتحمل مسؤولية محافظة على مالك، وقدمت هذا المال أو هذه الوليعة على شخص تجهله أو شخص ما ميزته، لم تختبره جيدا. إذا هذا الأسلوب الرابع، أن الحديث عرض أهمية أن نختبر الرجال وأن نختبر الناس في مواقف بالتجربة. هذا الآن علشان نتعلم ونفكر ونعرف شلون نميز بين القائم والأمين.
وفي الحديث هذا أيضا القصير موجود نمط مهم وأسلوب علاجي وإرشادي للسلوك الإنساني، وهو المقابلة ما بين أضلال السلوك. وهذا أي واحد من الأخوان الأعزاء يعني له دراية بكتابي العلاج النفسي وتعبير السلوك بطريقة الأضلال، اللي هو حوالي من 9 فصول معروض في النت الآن، تحدث عن علاج أن في مشكلة سلوكية، يعني في رذيلة ويقابل الرذيلة فضيل، في مشكلة. وين المشكلة هنا؟ في شخص يخون الأمانة، وفي حل آخر مطلوب منا أنه نوصل إليه، وهو حفظ الأمانة واسترجاعها من جديد. وبعدين يعني يستوطن الحديث هذا الشريف موقف أو علاج آخر، وهو التأمل والاستفادة من هالموقف عظة واعتبارا وإرشادا. استوقفني في الحديث الشريف هذا القصير المكون من 6 كلمات، استوقفني موقف انفعالي أو حالتين انفعاليتين، وأنا أشير له باعتبار أن هذا يعني تخصصي، ساعة تحشر من الأحاديث والروايات في الموضوع هذا في ثقافتي أنا أو تخصصي يعني. بس هو بالواقع هذا هو الضارر، يعني شخص جي زعلان يعني محمق يمكن مندهش منصدم، يقول الإمام الرضا أنا صرخت أخذت وديعتي، أنكر علي رجل استأمنته مالي فأنكر علي رد أمانتي. وهنا في حالة انفعالية الأولى هو فيها إنكار الأمانة، فيها إنكار الأمانة. وعادة الموقف الانفعالي، أي موقف انفعالي الشباب يفهمون الكلام، أي موقف انفعالي فيه 3 شروط. يعني ما راح يصير انت ما راح تشوف موقف انفعالي الا اذا بها 3 شروط، ان في مصير، وان في استجابه، وان في ما يربط المصير والاستجابه، اللي هو نسميه احنا او يسميه العلماء الجهاز العصبي عند الكائن الحي، يعني عند الطابوقه او عند الخشب ما يحدث هذا الموقف الانفعالي مهما يكون. فهذا رجال الموقف الانفعالي انه رجال طلب سمع كلام ادهشه سبب له صدمه نفسيه، هذا هو الموقف الانفعالي. سوى فكر قال انا ايش ما الحل، لجا الى الامام، لعل الامام يكون قوه ضابط اسلوب ضابط على الرجل الاخر، هو يريد يوصل الى حل. لكن افترض الحاله الانفعاليه الثانيه، انا اختصر كثير حتى ندرك الوقت. الحالة الانفعالية الثانية، وهذا هو الاعتبار المفيد من الحديث، أن شخص استأمن جزاه الله خير، جزاه الله خير أن فلان من الناس أعطاك مبلغ وحل مشكلتك في ظرف من الظروف، يجيك بدل ما تقول له ما مشي فلوس تقول له هذا المبلغ مالك جزاك الله خير، وإذا أنت بخير والحمد لله، وتبقى بعد إجازية أو شيء هدية كلمة طيبة تشجي عليها عند الناس أن هذا حل مشكلتي، كذا نوع من الإثابة أو نوع من التعزيز إلى موقف رجل مؤمن ساعدك. هني الحالة الانفعالية مختلفة تماما، المثير أن أنت راح وأعطاك الفلوس، شنو ترتب عليه استجابة؟ شنو الاستجابة؟ أنك فرحت، انك صغرت، انك استانست يعني. وبعدين نعم عندنا نقطة أخرى، نقطتين ثنتين إن شاء الله ونبدأ.
هذا الحديث أنا أبغي الآن أدخل شوية في الحوار لو خمس دقائق مع الشباب مع الأخوان القاهدين. هذا الحديث القصير المكون من حوالي 6 كلمات هو موضوع، هو طريقة عرض، هو فكرة، هو ثقافة، في النهاية هو ينتهي أو يحدد أو على الأقل يساعدنا على تحديد أهداف. ما هو الهدف الأول اللي توقعونه؟ قاسم ها حديث الآن سمعته، فكر شوية تأمل فيه وقول لي شنو الهدف؟ ما بتودع أمانة، تودع عند شخص أمين يعني، أو ما بتروح إلى شخص تودع عند شيء لم توثق من أنه أمين. ما بتروح يعني يجب علينا أجانا يجب أن نحدد من هو المؤتمن ومن هو غير الأمين. هذا واحد. اثنين، أنا ليش فلان راح للإمام؟ الإمام شنو يشكل بالنسبة لنا؟ مرجع، قدوة، مجلي، مرجع وقدوة، ويمتلك خبرة إرشادية. يعني لو جري يوسف يدل يمكن يعني يقول له أنا شو أسوي؟ يعني يلف يمين وشمال في النهاية ما يعطيها. الإمام حدد له في النص، هذا طريقة الحال. قال له من البداية أنت أخطأت، أي مسؤوليات لم يخلك الأمين، أنت ما عرفت تختار، أنت وديت مبلغ، بالتالي تعلم من الآن كيف تسلم فلوسك إلى الناس. هاي أيضا هدف ثاني. وبعدين إحنا شنو واجبنا مع الحديث؟ أن نعمل بهذا، هدف مهم أن نعمل بهذا الحل، أن نتخلق بأخلاق أهل البيت. مو تقول مصرف بيه ويا الله مع السلامة، مصرف بيه محسوب عليك في النهاية، محسوب عليك في رد الأمانة. هدف يعني تكوين سلوك، الهدف أنه يحصنا على تكوين سلوك أخلاقي يميزنا عن كمؤمنين عن الآخرين. زين، إذا في خطيب أو إلى واحد في الحوزة أو إلى واحد يتكلم مثلي أيضا يحتاج أن يستفيد من هذا الحديث، يستفيد منه أنه يساعدنا على أن أول شيء نحفظ نصوص، نتفهم نصوص عندما نكتب ونحلل وكذا وغيره. إذن هذا الحديث دلنا على فوائد معرفية، فوائد معرفية، وعلى ما نسميه في علم النفس الترويب هي تنمية القدرات العقلية. احنا القدرات العقلية شوية محدودة، مثل انه نحفظ الحديث، نفهم الحديث، نحلل الحديث، نستفيد من الحديث في مواقف وتطبيقات عملية. بعد في حدث آخر، وهو ان احنا نتعلم ضبط النفس في مثل هالمواقف. نتعلم ان هذا موقف صادم قوي، يعني اذا واحد مسكن عنده لسه من بيته وهي روحه مثلا، وعلى كل حال حتى لو هو مدروس فلوس ومدروس خير، المال على حلال ما يسلم شيء، وهو ايضا مسؤول عنه شرعا يعني كيف يوضع. فإذا نتعلم شلون نسيطر على أنفسنا. وهدف آخر أيضا، وهو أن ننتهي إليه وندخل إليه، وهو أن نحن نضبط هذا الحديث كمعرفة نظرية. يعني نحن ما نتعامل مع الحديث يعني كمجرد أفكار وآراء وفي حد ذاته، وإنما يجب أن نضبط هذا الحديث موقف عملي وموقف فاق. احنا نتعلم حتى ندير علاقاتنا مع الاخرين على قواعد الضابط الشرعي. نشوف كم الموقف احنا محتاجين نمر عليها، وهو يعني اخر عندنا قبل دقائق او زمان. اولا
اولا هني تحت بند استخدامات الحديث التطبيقي، يعني شنو نستفيد من الحديث في مواقف الحياة. اولا احنا نعرف يجب ان نتعلم عن جد التمييز ما بين موقف مواقف الغذاء، موقف هذا خائن ولا غير خائن، هذا من اذا اعطيته البيضه يرجع، حتى القران الكريم اشار اليها يعني. وهذا شخص لا، اذا انت توقف، اذا اول تطبيق ان انت تختار الرجال الذين يردون امانتك، هذا واحد. اثنين، علينا ثانيا، وهذا طبعا الحديث اشبه بوثيقه تربويه مفيده جدا، تعلمنا او تعطينا رؤيه شرعيه، مو اللي يسلف، وانما حتى الشخص الذي يقترب وياخذ السلف ان يتعلم الموقف الشرعي. هنا نقطتين لو ثلاث، الأمانة والخيانة كموقفين أخلاقيين متعارضين لا يتوقفان فقط على على المعاملات المالية، الحياة تتسع، خيوط الحياة هذه ميادينها مجالاتها واسعة كثيرة، وأنتم تلمسونها الآن في مواقف الحياة الاجتماعية ومواقف الحياة السياسية وإدارة المؤسسات. بعطيكم مثالين وإن شاء الله بنقول. واحد، إحنا في بيوتنا أحيانا يصير ميراث، ميراث إلى الجد إلى الأب إلى العم إلى الأخ، ميراث، فنقوم نسوي توكيل شرعي، نروح العائلة تروح ويقولون هذا فلان احنا كذا، ويسوون له وكالة في المحكمة وعلى هالأساس انه يشتغل بدالهم. يصير يخطئون لو ما يصير يخطئون، وفي مواقف كثيرة ممكن هذا الوكيل يخون الأمانة، هذا مشينا. في توكيل آخر، توكيل آخر ساعات يصير في مؤسسة دينية، أحيانا يصير في مؤسسة سياسية، أحيانا يصير في مؤسسة اجتماعية. أنا أوكل فلان يعني بما معناه بما يشبه اليوم مواقف الاقتراع، نجي ننتخب في جمعية حسينية أو في مثلا مؤسسة تربوية أو نادي أو برلمان أو جهة، ويتقدم فلان للانتخابات، هني الصوت يشيكون، كل العالم يقولون أن الصوت أمانة، الصوت أمانة، لا تقعد تبكي تالي هذا ما سوى وهذا ما سوى وذاك ما سوى، أنت اللي لم تختار الأمين. واضح؟ الخطيب اللي بيجيبه بيصرف المنبر، طبعا انا ما اتكلم على يعني اخطاء الناس، كل الناس يخطئون ما فيهم انا، كل الناس يخطئون، بس اذا كان اختيار الخطيب بصوره فرديه بيؤدي الى نتيجه من هذا القبيل. هو الذي اختار هذا الخطيب يمارس بأمانة، لكنه يعني في أشياء ضبابية غايبة عنه، لو أنه وجه الاختيار إلى طريقة جماعية، قعد ويا أفراد العائلة أو أفراد المأتم أو استشار آخرين مني ومني، راح على الأقل يوقف على موقف فيه روح
الموقف الشرعي او على الاقل الاختيار يكون على الجميع، يعني الخطا يكون على الجميع. لذلك اخواني الاعزاء، انا الان يعني وصلت الى الوقت المحدود الي، اتمنى ان في نهايه هذه الكلمه ان تتوجهون بطاقات بعضكم الى شرح بعض الاحاديث وبعض الروايات القصيره مو المطوله، على شرط ان انت تعرض افكارك في تليفوناتكم هذه اللي تسوون فيها ساعات خرابيط فاضيه. احيانا تكتب لي حديث تقول لي هذا في المصدر الفلاني، تروح لك شيء ما مشي ما مشي، او انه يعني غير موثق. غير موثق لا تعرض على الناس، لان معناه ان الناس قد يتبنون الراي اللي فيه وهو مو صحيح، لم ياتي في كتاب موثق ولا في راي احد العلماء. فانت بذلك هني تمارس خيانه الافكار، تنسب لاهل البيت ما لم يقولوا، فتعلم شلون تبحث وشلون تحلل، حتى لو تكتب ثلاثه اربعه قصص بس بكلام مسند موثق، بحيث انه اذا انا اروح اشوف المصدر هذا اطمئن ان مثلا قاسم بطين يكتب كلام جميل مثلا، او من خاتم. وصلى الله على سيدنا محمد واله الطيبين الطاهرين.